بموضوع العفو العام، هل هناك تقدم بموضوع قانون العفو العام وخصوصا انه تسكر الابواب من قبل التيار وحتى لا. الرئيس الحريري تغير موقفه بخصوص العفو لا. العام؟ لا قبرك شاء. هو يا في عفو عام مع استثناءات، كل مخرج اخر له طابع تخفيض عقوبي او اخلى سبيل غير دستوري، وهذا ما أكده كل جهابذة الدستور في لبنان بما فيه بالأمس. أنا استشرت شخصيا أستاذ جوزيف شاول وهذا ما تفضل به وقال. نحن اليوم كان عندي اجتماع أيضا لدراسة السبل التي تؤدي إلى تأمين غاية. نحن عندنا هدف وحيد، في اكتظاظ هائل بالسجون وفي مرض اسمه الكورونا بلش يتسلل وتسلل، 200 إصابة هون 100 إصابة هون، قصة خطيرة لا يجوز أن لا تؤخذ بعين الاعتبار. نعم. فنحن عم نفتش على الطريقة القانونية حتى لو ما فيش عفو، ولكن أمر نص قانوني يسمح للقضاة بأن يعيدوا النظر بأحكام صدرت معينة، إذا مش أحكام يعيدوا نظر وضع المساجين المحكومين وبتعديل قوانين تتعلق بإمكانية تؤدي تعديل قانون مش عفو تؤدي، يعني المادة 108 والمادة 463 تؤدي إلى إخلاء سبيل. أضف أمر آخر تالي أنه في مذكرات كتير صادرة نتيجة بلاغات تحري، نتيجة إخبارية، نتيجة تقرير مخابراتي كذا، وفي حوالي 20,000 مذكرة توقيف. وين بدك تحطيهم؟ يعني بعد ما تسكر الباب على هذا القانون؟ لا، الغلرات الطموح يمكن بتحفظ 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 ولا 100 مرة إن شاء الله. إذا خلصنا نهار الجمعة في اجتماع آخر نهار الجمعة بالمكتب للجدي، إذا خلصنا بعتقد بجلسة 20 الشهر بصير نقدر نقول إنه عملنا شيء، خففنا من اكتظاظ السجون وحمينا هالناس من إمكانية تسلل المرض. ما في عفو تبقى. نعم. خلص يشيلوا من راسهم العفو، عفو ما في. تخفيض عقوبة ضد القانون لأنه الحكم الذي يصدر هو حكم محكمي باسم الشعب اللبناني، تسريع محاكمات يعني. أما أنا إذا بدي خفض عقوبي بخفضها لأحكام ستصدر مش صادرة. نعم. إخلى سبيل هاي ملك القاضي، أنا ما إلي حق يجي يقول إخلي سبيل فلان، وإلا كنت عم بلغي دور القضاء وهذا أمر ما بيجوز. لذلك هذا، وهلأ كنت أنا والرئيس بري بوجود الوزير علي حسن خليل وبحثت الموضوع ووضعته بأجواء ما توصلت إليه اللجنة اليوم، وبعض التجميل الذي يحتاجه القانون ودراسته وموافقة عليه نهار الجمعة. في جلسة بعشرين الشهر الذي سيتم فيها أول ثلاثاء، يعني 15 من 20 أول سيتم فيها انتخابات أعضاء الرجال، ناس استقالوا بده يتعين محلهم أعضاء لها المحكمة العليا للرؤساء، راح يسكر الجلسة دولة الرئيس إذا كان هذا القانون خالص ويفتح جلسة ثانية لحتى يقر القوانين هذه.